بيجي بقى اخر مكون خارجي، هو عباره عن الميتال اور جلاس انكلوجر. يعني بمعنى احنا دلوقتي عندنا الاكس ري تيوب نفسها اللي موجوده عندنا، ممكن يبقى مكوناتها الاساسيه طبعا زي ما كنا بنتكلم هي انود وكاثود. الانود والكاثود ممكن يبقوا موجودين جوه جلاس انكلوجر او ممكن يبقوا موجودين جوه ميتال انكلوجر. فبيسكلي الاكس ري تيوب نفسها هي ان الكترونيك فاكيوم تيوب، زي الالكترونيك فاكيوم تيوبز اللي كانت بتستعمل زمان في التلفزيونات القديمه اللي كانت بتستعمل، يعني كنا بنتكلم عليها اللي هي بتستعمل يعني بنروح عليها بتشتغل باللمبات يعني بدل الترانزستورز اللي هي سوليد ستيت، كنا بنتكلم على الفاكيوم تيوبز اللي هي عباره عن انواع من التيوبز بتبقى بتشتغل بنفس الطريقه بتاعت الالكترونكس بس بتبقى معموله بشكل ميكانيكال كفاكيوم تيوب. فبيسكلي بنتكلم على الالكترونيك فاكيوم تيوب دي ممكن تبقى كونتين وذين جلاس اور ميتال انكلوجر. فطبعا احنا بنتكلم على انها فاكيوم تيوب طبعا علشان الفاكيوم بيالاو فور مور افيشنت اكس راي برودكشن اند لونجر تيوب لايف. احنا بنتكلم على الالكترونات اللي خارجه من الكاثود وبتخبط في التارجت، لو في عندنا ذرات هواء موجوده في النص هيحصل انتر اكشن بينها وبين الالكترونات دي، فبالتالي هتقلل عدد الالكترونات اللي بتوصل للتارجت، وبالتالي ممكن هي تعمل لنا تقليل الافشنسي بتاعت الاكس راي برودكشن، ممكن اكشوالي تعمل سكاترنج للالكترونات دي بحيث انها ما تخبطش اصلا في التارجت. فبالتالي الفاكيوم مهم جدا 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 علشان يقلل لنا الانتر اكشنز بين الالكترونز اللي احنا بنخبط بيها التارجت اللي هي البروجكتايل الكترونز وبين الايه وبين البوسيبل انتر اكشنز مع الهواء اللي موجود عندنا جوه التيوب. فلازم نشيل الهواء خالص عشان يبقى فاكيوم عشان ما يحصلش اي انتر اكشن خالص. طبعا الانتر اكشن ده كمان ممكن ينشا نتيجته حراره اضافيه، فبالتالي ممكن برضو تقلل التيوب لايف، وبالتالي لما يعني بنخلي في عندنا فاكيوم ممكن نخلي في عندنا التيوب لايف نفسها اللي هي موجوده عندنا تبقى اعلى شويه من لما يكون في موجود هواء. فالحقيقه في واحده من الحاجات المهمه الحقيقه اللي ممكن نتعرض ليها بطريقه يعني عمليه، الجلاس انكلوجر الحقيقه يعني لما بتزيد عمرها لما بتقدم شويه اللي بيحصل ان التنجستن، لما احنا بنتكلم على ان احنا بنخبط التارجت بتاعنا، التارجت ده عاده مصنوع من التنجستن، فبالتالي بيحصل نتيجه لكده ان في بعض الذرات من التنجستن تبتدي يحصل لها فابورايزيشن. احنا بنتكلم ان عندنا عاده 99% من الانرجي بتاعت البروجكتايل الكترونز اللي بتخبط في التارجت بتتحول لحراره مش بتتحول لاكس راي، يعني 1% بس اللي بيتحول لاكس راي، 99% بيتحول لحراره بتخلي درجه حراره التارجت عاليه جدا جدا جدا، وبالتالي الحراره العاليه دي بتخلي ان ممكن ان بعض الذرات الخارجيه في التنجستن ممكن هي تسيب الماده الصلبه بتاعت التارجت نفسها وتبقى عباره عن بخار، والبخار ده ايفينشولي بيترسب على جدران الانبوب اللي هو بيبقى لو هو مصنوع من الجلاس لو هو مصنوع من الزجاج، وبالتالي بيحصل مشكله في الموضوع ده نتيجه ان احنا بقى في عندنا ماتيريا دلوقتي بقت كوندكتيف موجوده على جدران الانبوب بتاع الاكس راي. الحقيقه دي ممكن تعمل لنا اركينج وممكن تعمل لنا الحقيقه يعني دي اكشولي ناس بتعتبرها ان هي ذا موست كومن كوز اوف تيوب فيلير، يعني متكلم ان هي معظم الجلاس تيوبس الفيلير يعني كوز بتاعها بيبقى عباره عن ترسب التنجستن على جدران الجلاس تيوب. فبالتالي هتلاقي ان احنا عندنا في التطبيقات اللي بنستعمل فيها الانابيب بتاعت الاكس راي الاكس راي تيوبس في تطبيقات بتبقى يعني تعتبر ديماندنج زي مثلا في السي تي مثلا بنستعمل اكس راي تيوب بنعمل بيها اكسبوجر بشكل متواصل فتره طويله. فالحقيقه يعني في الحاله دي الحقيقه بنفضل ان احنا نخلي الانكلوجر بيبقى مصنوع من الميتال، وساعتها لما يكون مصنوع من الميتال اكشوالي بيبقى عامل شكل يعني بيبقى معمول بشكل مختلف، وبيبقى اكشوالي الميتال بتاع الانكلوجر دوت في الاخر بيمنع ان يحصل الاركينج اللي هو كان بيحصل في الجلاس انكلوجرز لما بتقدم، وبالتالي بيسمح للتيوب دي ان هي يبقى لها لونجر لايف و less likely to fail عموما في الاستعمال بتاعها. وفي نفس الوقت لما بنتكلم على الهاي كاباسيتي اكس راي تيوبس، كل الهاي كاباسيتي اللي هي بتستعمل بشكل عنيف جدا زي مثلا اللي بتستعمل في الكمبيوتر توموجرافي او اللي بتستعمل في اماكن ممكن يبقى الاكسبوجر بتاعها ممكن يبقى فترات طويله او بتستعمل كتير، بيفضل انه يستعمل ميتال انكلوجر او يستعمل اكس راي تيوبس لا ميتال انكلوجر عشان يبقى الافشنسي بتاعتها تبقى افضل ويبقى الفيلير ريت بتاعها يبقى اقل بكتير.